بصدد إقامة دورات تأهيلية لجميع الكوادر سواء كانوا معلمين أو مدرسين، وبدورهم سيقومون بتأهيل الطلبة والتلاميذ داخل المدارس. ولكن أنا مطمئن من هذه الناحية، لأن ما رأيت في القيارة وفي حمام العرير تبشر بخير، لأن ما فرض تحت الضغط والقوة والقسوة يمكن إزالتها بكل سهولة. والحمد لله في القيارة خلال أسبوع كان أنه الطالب أصبح له أكثر من سنتين مستمر في الدوام، فنسي ما زرعت من بقع سوداء في أذهانهم. والحمد لله الدراسات الأولية والنتائج الأولية تبشر بالخير، وأنا واثق الحمد لله أن أبنائنا نينوى قادرين على أن يجتازوا هذه المرحلة. نحتاج إلى مزيد من التأني والدقة والتضحية من أجل تعويض السنتين الماضيتين.